ينشر عن طيب طريق شيخ احمد، صفحات التواصل شيخ احمد، الاجتماعي هذه الصور ممكن السريعة. الوقت داهمنا، تفضل. نشر الخصوصيه. سؤال لحضرتك يا ريت الاجابه في بايجاز. نشر الخصوصيه، هل هناك نص صريح يحرم نشر الخصوصيه الزوجيه ام لا شيخ احمد؟ طبعا طبعا يا سيد ملعون، يعني كما ورد في الاثر نعم، انه ملعون ملعون من يفعل ذلك اخي في الخصوصيات الحاجات الخاصه. نعم يعني اغلق علي نفسك الباب ولا مؤاخذه معلش علي زوجتك انت وزوجتك الباب وافعل ما تشاء بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب افعل ما تشاء بما طيب يرضي الله سبحانه وتعالى ولا طيب تنشر هذه الخصوصيات طيب عن الهواء مباشره. طيب شيخ أحمد المغربي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.